السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الشغل أو على الشغل والطاقة من مراجعة الفصل 4 للصف 11 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة. المسألة 51. على الطالب قراءة المسألة بهدوء وتأني واستخراج المعطيات والمطالب بالرموز المناسبة. لذلك على الطالب أن يكون حافظ اسم الكمية ورمزها. ما الشغل المطلوب؟ إذن بدأ المسألة بما الشغل، لذلك كتبت W تساوي إشارة استفهام، يعني هذا المطلوب. ما الشغل المطلوب بذله لسحب متزلج كتلته؟ إذن هذه كتلة المتزلج 70 كيلو جرام، رمز الكتلة M تساوي 70 كيلو جرام، مسافة 60 متر، D اللي هي رمز المسافة 60 متر. بواسطة سلك يشد بمحرك صعودا إلى أعلى منحدر، إلى أعلى منحدر. إذن لازم أرسم مشان أبين شو القوى المؤثرة على الجسم. غير احتكاكي يعني أملس، زاويته 35 درجة وبسرعة 2 متر لكل ثانية، المسافة 60 متر. إذن سجلت أنا هنا المعطيات والمطالب، سجلت هنا المعطيات والمطالب، هنا رسمت هاي الزاوية للمستوى المائل وحددت القوى المؤثرة عليه وحددت اتجاه الحركة، اتجاه الحركة إلى الأعلى، هاي اتجاه الحركة، هذه قوة الشد، وهي المركبة مركبة الوزن على المحور، على المحور إكس أو المستوى المائل، هي القوى المؤثرة على الجسم. بما أن الجسم يتحرك بسرعة ثابتة، إذن محصلة القوى تساوي الصفر. إذن فكرة الحل، بما أن الجسم يتحرك بسرعة ثابتة، إذن محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي الصفر. في هذه الحالة F هذه تساوي ل FGX، يعني مركبة الوزن على المحور X اللي هو المستوى المائل. إذا من هون بنبدأ، إحنا بنعرف الشغل بده يساوي للقوة في الإزاحة في كوساين الزاوية بين F و D. المسافة أو الزاوية ما بين F و D، بنجي للرسم، هاي F وهي D، الزاوية بيناتهم صفر، كوساين الصفر واحد، لذلك معادلة الشغل W تساوي F في D. F هي عبارة عن FG ساين 35 اللي هي المركبة الوزن على المحور X اللي هو المستوى المائل في D. FG عبارة عن الكتلة في العجلة، ومنعوض القيم، هذه قيمة الكتلة، هي قيمة عجلة الجاذبية، هي مقدار الزاوية، هي دي المسافة اللي بده يتحركها الجسم على المستوى المائل. باستخدام الآلة الحاسبة بيطلع معنا الجواب. وفي أمان الله، ولا تنسونا من دعائكم الجميل، والله يوفقكم يكتب لكم الخير دائماً.